يا ويلة اللي فكر يلعب بدالة، يا حليلة منها فضيلة. يا ويلة عاديني نوريه نجوم القايلة، وبدعوة مني نخلى عليه الدنيا مايلة. يا ويلة اللي فكر يلعب بدالة، يا حليلة منها فضيلة. والله ندموهم كلهم على هالسمعة دايما نحب لهم. يا ويلة شفكر يلعب بدالة، يا حليلة منها فضيلة. وبالمشاكل ديما ديما راني رابحة، ما نعرف حد لا حبيبة ولا صاحبة. وبالمشاكل ديما راني رابحة، ما نعرف حد لا حبيبة ولا صاحبة. نقدر حد لنحط في راسي فد، ولما نتكنطى حتى ليدين مد. وما نقدر حد لنحط في راسي فد، ولما نتكنطى حتى ليدين. جاية جاية باهي الصبر. المحصلة اليومية جيجي دحيتين، فلونة دحيتين، بيكانتو دحيتين، سوناتا مفيش دحيات. علاش؟ علاش؟ هذا دوحانك برا، البارح مش بايته في البراكة يا قردة، صح ولا مش صح؟ يسرني من الدوشة والمشاكل، البارح الجيران جوني تقلب على الحوش، طلع لهم عماد كان ما سكتهم، قال لي خاشين في بعضهم ريش، وربي عركة ثانية ديروها، قسما بالله ما عاد قاعدة وحدة، الله مع بعضكم معزومة، تسمع فيا ولا أنت وياها، ورز بلاو، فنات، أنت راهو اسمعي. وينها هي؟ سوناتا والله ما خاصاتك اليوم، بايتها معاك هنا في البراك. اطلعيهم اطلعيهم الدحيات، راني قاعد نعامل فيكم بجو حلو، وما نبيش نوريكم وجه فضيلة الآخر الغبي. جماعة يديروا في الوراكينة ويعطوا في حبوب ويشربوا فيهم في البيبسي، يعني هذا كله ما نبيش نديره، نبي الدحيات بمحبة ومودة، تعطي الدحية من وسط قلبها بخاطرها، من غير وجيج ومن غير مشاكل، فبتدحي يعني بتدحي. تسمع فيا أنت وياها أغبياء. يا أحلى مفيدة مفيدة، تغدو في رحلة مفيدة، لا تتركيني يا مفيدة. أليستينا يا مفيدة، هذا مطبخنا وهذا حواشنا، أرجوك اعتبري حوشك، صلي على النبي عليك محلاك. طبعا هذه الثلاجة، هذا الميكروويف، عارفة 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 تبي تاكلي. هيا هيا هذه ثلاجتنا، مرات نرقد في الليل عرفتي، وهذو ما يلحوش كلهم زي أهل الكهف ديما راقدين. نضي بروحك طيبي وراس أمك ما تحش، وهذا الوشاح حتى يهبل عليك، هذا مطيح به نص ولاد البلاد، عطيته لك بالك ربي يسخر لك في عنز إن شاء الله. يا ربي يا سيدي نصيبك يكون خير من نصيبي. تعال نوريك الثلاجة بالحق زودي، تفرجي على ثلاجتنا يا مفيدة. توم العيلة أنت ما عادش تحش بي. هيا هذه ثلاجتنا، صباح الخير. شنت بتاكلي مفيدة؟ والنبي بتدسي عليا، عندك الحبق عندك المعدنوس، يا حبق انت يا حبق. ها تو نوكلك انا، تو هذا عندي ليه ما تفكريش. وهذه الدوا يا مفيدة،
تعرف علاش سميتك مفيدة؟ لأنك أصلاً مفيدة لحليب والزبدة والجبنة وغيرها من المشتقات اللبنية، وأنت الوحيدة اللي لقيت فيك الوفاء. كلهم خانوني، كلهم خانوني إلا أنت. إن شاء الله ربي يحفظك، عارف بس كتر خيرك واصل للحب. هيك على الصبح علاش شو قلنا لك احنا اكثر من مره ما عادش تقبل ولدك علاش هيك طبعا شو بدير انا في الاملق براد احول قوت الا بالله حصلها صباح الخير منين يجي الخير منين يجي الخير ريت هالعمله هذه ريتها تستاهل انت يا اخي مدلعها انت واختك فضيله المجنونه تستاهل الناس تربي عصافير فكرونات تربي قطط مش تربي معزه على الصبح يا ودي باهي ما عادش تزيدين على الصبح انت مش عارفتها فضيله الريح ما عندهاش وين يدور وتحمق في ساعه اسكت يا بيسكت اسمع شديها شدي يا ولدي الله يسحب الورق من وجهك شدها غادي اقعدي فيها انت فضيله وغازيتها صباح جابك هنا انت من حظك يا امي لحرف منين طلعتيلي منين طلعتيلي يا نهاري لحرف يا نهاري مفيدة يا غير سبعيني شو جابك هنا يا عزة البي ليه نهاري لحرف من هو اللي ضربناه هذا الله عليها القهوة الباهية هذه صحتين لو ما سبلت لهم بالورق نسيف الحوش اللي كانت تاكل فيه المعزه على الصبح هذا راورا علي الفنجان اسمع لذوه المعزه وين مش مقابل انا روت تلفتها المعزه في السياره نتاعها ايوه ها وللامانه ايوه ضبحت لها يا فضيله طلعت تجهز المجنونه حتى الطنجره على النار قبل بنسلها الهان مش تبي تاكل وهيك باهي تو كان تدير لنا حفلة على خاطرها تو نبي ترافقني تو تلقاها في السيارة ناقصة معيزة أنا غير بشوية مطوي الرجليه والسجانة يا وخي منين جاتك هالبلوة يا فضيلة يا نهاري لحرة قبلت هنا وين قبلت هنا تو وين قبلت هنا علي حاه يا فضيلة حاه نهاري لحرة غير اسمعني ما يجيش عاد احترم حتى كرامة الميت يا بهلول ما يجيش هو انا في طاولة بلياردي غادي نحطوك انا حتى بغسلوه واتية كبيرة وفتحة ديما معاي لا اله الا الله يا ربي استر علي مش ناقصني استنى مطول اسنانيك ابدا هنا حتى هنا يا بهلول حيه علي حيه هذا كنا كلمة مدسوس هذا شنو هذا تعرفي ما تسكريش فمك نجي نبصك حداها هنا على الطاولة احكي لهم يا بهلول انا فاشل نحس في روحي بنموت انا طبعا البهلول صاحب ورش البهلول السمكرة والزواج كنت مقعمز قدام ورشي في امان الله وجدت الاخت فضيلة تسوق في سيارتها في امان الله جاي المرحوم هذا قص قدامها بيك ضربات رعفة ساعته اجل ندى انا ماشي نسوق عادي قول كلمة يا بهلول اعترضوا على قضاء الله فعلا الاعتراض على حب الله المرحوم هو اللي جاي الموت برجليه ونحب نبشرك يا شن اسمك انت ومين وانت اصلا يا ودي العماد خوها عماد نحب نبشرك يا عماد ان اختك فضيله راجل شنو قصدي قدعه تقولي عارف يا سيد عماد لما جاي قدام المرحوم وقص وضرباته بالسياره
أنا توقعتها بتنهار وبتبكي. لا لا لا، نزلت فتحت وقفت على المرحوم الله يرحمه، وفتحت الكوفن وتكر فيه بكل تبات، قالت بيك في الكوفن وسكرت عليه. باين شو بدير توا؟ كلم الشرطة ولا شني؟ حي على الحال، حي حي على الفضايح قدام البهلول، حي بيجيب للبوليس، بيجيب للشرطة، وخيطة راس مخي. لا، كان بتجي الشرطة. أنا بنشهد مع الأخت فضيلة صراحة، هي كانت تسوق في أمان الله وهو قص قدامها، جاي الموت برجليه. يو خي المنظر مرعب، باي كيف بنديره توا؟ المنظر مرعب، شو بنديره يا بنيتي؟ شو بنديره؟ إكرام الميت دفنة توا، بنطلع بالمثلولة. قسما بالله قبل ما يجي أي حد وقبل ما تروح الصنة، جارتك سالمة وربيعة هذول يجيبوا متعبشات، طيب يزبطون هي نخرب مستقبل. أيها الوزيرة خلتك أمي، راجيني يا همي، قيل قيمة بطول سنانيقة. بشوية بشوية ماشي الحال، بعدين نتفاهموا فيه الكلام هذا. هطلع بيه من فوق، سكر الباب، سكر الباب. ولا يا فضيله ولا زعما علاقتنا تنجح يا بهلول؟ حتنجح متشابه. ليله شتاء بارده وشتت وطبور ويابات سود، علاش بختيكي بس يا اخت امل؟ سكتي روحك، راه هكي بنقعدوا للفجر يا استاذ. اما تضرب في البانه باهي عاد، ان شاء الله انت من الرطاط الفتح وتبلعني في الليلة الحرفة هذي. الله لا تفحك يا فضيلة، الله لا تفحك، الله لا يختم عليك. خيبها هذي، خيبها تدعي عليك. ما هو القبر كبير يرفع زوز راهو يا أمل، ما ينفعش واحد. حديدية حديدية. هذا من هذا؟ هذا نعرف ما نسكت. توحى حبيبي. مساء مساء الحب. مساء الأنوار. تعال جاي احنا. وين ماشي؟ مساء الحب. لا بابا. هدي هدي. مساء الحب وصل هدي. لا لا دوار عندي قعمز يا بهلول. وين قعمز؟ تعال جاي. تعال جاي. جيبه لي هني. ابرك. وضع البروك هني. انزل. انزل يا مفتاح. انزل. الله، هاي الناس من الصح. طبعاً يا مفتاح، أنت تعرف أنني شميت الدم أنا توا، والموت عندي ولا بربع جرش. اليوم قلت له واحد أو تفضل ممدود بحداك هنا، أقسم بالله حاجة صارت هنا تطلع تفتفز فيها برا، وانت فتفات 24 ساعة وانت تبردي للي ماشي واللي جاي. قريت هذا المسلم وحق ربي من يدك كاتل في بطنك. الله العلي باسمه، اسمع بيا ولا كملي انت وياه. حارف حارف واحد ما نزلناش، بس شنو صار بالضبط؟ ما ليكش علاقة، وسكر فمك. كمل انت يا بهلولة. عارف يا سيد عماد، هذه المرأة الحديدية اللي كنت ندور فيها، هذه اللي بتكون زوجتي وام صغاري وبتحافظ لي علي حوشي. يا ليك وعارة والصلابة يا كابتي. هاي الناس ولا البلاد يا عماد؟ في هاللحظة التاريخية هذه أنا يشرفني نطلب إيد الآنسة فضيلة. لا بهلولة، لا بهلولة. إيه؟ أنا خاطري زغرت في الفرحة وزغرت مشاكل المناسبة ما تسمعش، بس أنا يا أخوي فرحت من وسط قلبي إنك أنت بتاخدها وبتفكني منها فضيلة القاتلة شرينا. أمالا على بركة الله نقر الفاتحة، أقر الفاتحة. حي اتحرك. هو شن هو؟ شديرو اختبت فضيلة. فضيلة منو هذه؟ تو انت حي؟ لا هذه شديرة. هذه لحظة تشيني يا ابو ما هو الكوجين هذا كل ليلة. كمل خلاص. هاي سكت. بتلتني شلتني ما خلتيش نرقد يا ناس. ووه عليا ووه، ونمشي منها ووه. من هي فضيلة اللي عذباتك؟
الناموسه من غيرها يا عيمان، من غيرها علاش يا ابني؟ علاش يا ابني تخلي فرواش المفتوحات؟ علاش تهوى الدنيا يا فضيله؟ طياره مسيره يا ناس، مش ناموسه، مش ناموسه، طياره مسيره. حيه علي حيه. وين وين؟ خليك خليك، اسكت اسكت اسكت. تحت على الدار اللي تحت كلها يا مهدي. لا اصبر اصبر. شنو؟ لا لا ماتت خلاص، تحت تحت تحت. يا عمي حي قاعده، يا ريتكم تنبه انت واستفزناها. نهار نحرف. حق لا مهناش قاله غشاش واخوات اطناش، من قد عانيت بهليلة ودماغه ما فيهش حيلة، من قد عانيت بهليلة ودماغه ما فيهش حيلة. ما درت شي يا ليه هم اللي هربوا. جاني بالعود كلامه مخلوط، طب الله صوت وهو مربوط، تبي لا كلبه تمشي لا